لازم المهدي والو، هذه ربي سبحانه سبحانه. هذه وليد البخارفه كيما حالتكم، اللي يجي الساعه تجيب لي مويك لا ولا نرقد، هو عارف الغيب اللي جزائري، وليد مسعد وزيد هنا وليد فاميليا وبن فعل ورجله وفعل ما كنت بقول سيدي سيدي كبس على خدمتك زين والله. الله غالب، الله غالب يا دنيا ورق، هذا تاخر زمان، هذا تاخر زمان. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار. ديت فوكا كل يوم جو لي ماكيو تاع السكن، قعدت انا معاهم، قاع الناس قاع وقفوا هنا، الوالي لاو في الحبس قعدوا معاه، ما حبوش يديونا السكنه، ما حبوش ما سقموناش ليكولات، حنا ندخلوا نقراو حاشاك القطره تطيح علينا، الغبار على وجوهنا، والطاولات قاع مكتوبين انا غير جو يعطونا كتاب مقطع ويسبك يقول لك راه تقرا، هذا المدير وكل عقبة يعطيهولك، انا هذا اللي يقول ما يدرش كاع معاك، يتسبك ما يقول لك ما يدرش كاع معاك، هنا سكنة يدر معاك يقول لك كاع الناس عندنا 7 سنين انا نسكنو هنايا، عندنا 7 سنين انا نسكنو هنايا، كيدرنا معاهم ما حبوش يهضروا، ما قيموناش كاع، شافونا حاشاك كلاب عندهم، حسنا شافونا كلاب عندهم، خاطر حنا ما عندناش حق في الجزائر، ما عندناش كاع حق في الجزائر، كاين البلدان الاخرين كاع محلبين، كاع خيمانا، كاع خيمنا، شو الجزائر كاع يلبسوا مليح، كاع معفين، كاع يلبسوا، كاع حوايجهم نقايا، غير حنا تجي طلع تاع الواد يسبك، يبغصك، هذه بلدية هذه، حتى واحد ما يهدر معاك. جوز علاش الطريق؟ كيفاش الطريق اللي تجوز باش تحصل؟ غاقة حتى صباطك كاع يتوزق، كل يوم نبدل حوايجي. حتى يما مسكينة تجي من الخدمة، حتى يديها يولو كاع هكا، يولو كاع متروحين، كي حنا هدرنا معاهم الوالي يسب يما، كيف هذي عقلية الوالي يجي يسب يما، كاع الناس كاع وقفوا عندو، راحو البلدية داو إضرابات، حتى واحد ما هدر، حتى واحد من رئيس البلدية هذا لوغر، ياكل يعمر كرشو حتى يولي سمين، بداك نروحو نهدرو معاه يولي يشتم فيك ويسب فيك، يحقرونا كلش. أنا حاسة روحي محقور، نقول لك الحق، هذه بلدية ما عندها حتى حق، ما يديروا لك حتى حاجة، نقول الحق يا وطي، ما نكذبش كاع عليكم. كيفاش رشيد كيفاش؟ تطالب. شحال في عمرك؟ 12. سنة رابعة. سنة رابعة تخدم هنايا كل يوم؟ غير كيكون غير في العطلة، كيكون ندخل نقرا، نروح نقرا اليوم حاجب والعشاء وسعيدة. وعلاش تخدم؟ نعاون دارنا ونشري حفايس اسمها حاجة. تعاون داركم؟ شحال عندكم في الدار؟ ستة. ستة؟ نتاوك نتاعك بزاف صغير، كاين غادي أنا كبير. جوي كبير. باباك ما يخدم والو؟ يخدم. كيفاش راك تقرا؟ كيفاش يشوف الكتب تاع القراية الكوالد؟ كيفاش راك عايش؟ ويدبر في الخدمة. ها؟ ويدبر. واش كان يخدم من قبل؟ هو يخدم سباع. يسمع. يسمع أنت هنا كل. يسمع أنت تخدم غير في لي فاكونس كيكون القراية تقرا في الوقت. تقرا القراية تقرا وفي لي فاكونس تخدم. عقد واش تحط هنايا؟ تسعة. الساعة تاع الصباح متاع حتى لو شحال؟ حتى المغرب. عبد الله الصحراوي، هذه نطالب السيد رئيس البلدية بتغيير اسمها إلى دار الشياب أو دار عجزة. من حنا ما كانش أصل، أروحوا لينا شوفونا إلا رانا عايشين ولا رانا ميتين، ونقولوا لكم سمحونا إلا رانا عايشين. أو سمحونا إلا رانا عايشين. الملعب البلدي الجواري. بلدي الجواري 5 مرات وهو شاب، هو بارك الله فيه، هو اللي ينظم دائما في الدورات الرياضيه، كل مره يقولوا رئيس البلديه راح هنا الخطره هذه نبداو فيه، يا ورانا في القرن 21.
21 يوم نشر القرن 17 يوم الناس دارت الثوره الصناعيه وكملتها وحنا مازال ستنا في الملعب هذا. الا كان راح يتخدم ولا ما راحش يتخدم فهمنا فهمنا الا كان راح يتخدم ولا ما راحش يتخدم خسروا شحال من ميزانيه وروح للروضه زيد شوفها الروضه كي جا سيد الوالي بداو يسقموا فيها كي راح سيد الوالي ضربوا عليها النحل فهموا وما تخافوش من سيد الوالي خافوا من ربي سبحانه تقي والله فينا احنا كشباب راكم دمرتونا يا ولينا نهاجروا من هذه البلديه غياب التهيئه وغياب كل ما يمد بصله لهذه البلد ما كان لا قصدو في استفدنا منه يكثر خير ضيوفات علينا دينا احنا يكثر خير ضيوفات علينا دينا احنا لو كان ما فاتش دي والله ما نديو نقطه رجع للسطر والله غير يكثر خير ضيوفات منا وكاينه مراكز تابعه للبلديه قسمات لحد الان ما استفادش رغم انه هذه البلديه عاشت معارك وعندها تاريخ رحموا التاريخ الثوري لهذه البلد اللي يجي يهضر ويروح اللي يجي يهضر ويروح رئيس البلديه جا كرم قال لك راكم ديروا رئيس على بالك بلي نعطيها لك معلومه رئيس البلديه ساكن على مستوى ولايه العاصمه يجي غير بالاربعة يجي غير بالاثنين والثلاثه الاربعة والخميس في العاصمه في الصابله تيدور وحنا هنا رانا مسكرين البلديه والله اكبر والله يرعى وتحيه الجزائر. هو بابا شهيد كسروا له في داره ما عنده شهريه وين يدي ولاده وين يديهم ها وين يدي ولاده ها 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 بكاتر ها ها بكاتر هذا وين مرح هذا بابا تمرد بابا تمرد وليدي نعطيك حاجه ها في 58 جات فرنسا حرقوا لنا دار في 58 في 2015 جات الزير تاعنا طيحوا لنا دار شوف عندي من 69 وانا لاين بالدوره ولادي ما كنتش بالباقار سباكيتي نحدس على جاب باش ندير لهم دويره يجيو اليوم يطيحوا ثاني يا ربو يا واش ندير يا بابا حدس عندنا 50 سنه من الاستقلال فرنسا مازالها ضد الجزائر هاد الارض الجزائريه من احنا في الديار شنو هذا حدود جزائريه او بعيده فرنسا علينا كيف حتى تبعت لابوليس يجي يخرجونا من ارض جزائريه شو كي زمت لابوليس دمو لابوليس لي بومبي لي كاسكو بلو رونفور كاع خويا مريض عقليا من راسو كي يشوف لابوليس زدمت طرطق زاد عليه الحال حتى يما قاسها مشي بالعاني هاي منا نفل القاقع هاي لك ليها هاي يما هاي البارح نحك البارح نحك الباسم شوف يما تستر ما تزقى بيان هو في السبيطار شراقة دوكا البارح كان في لي ظلمة ومازالو في لي ظلمة دوك ما تشوفوش غير ريح 4 شهور لتماك غادي تديلو غير الحوايج ما تشوفوش كاع ما كان لا دار لا دوار تقرا يا ولدي راك القرايه ما كاش تقرا ما كاش تقرا الحوايج ما نش نصيب باش نروح للمسيد كيف هالدير تريح في قيطون تشتا تقطر عليك ما تخليكش ترقد البرد ما تصيبش كوفيرتا كيف هالدير وكيف تقرا كاينه طابله هنا ما كاش تحط تدخل زعما راك دخلت للقيطو تحط كارطابك ما كان ني تيليفزيون ني كش حاجه وين ندير البحث كش بحث ولا كش طابله كيف تكتب على حسب ماني نشوف انا كل ما نمشي في كل طرق كل ما نجي على حسب ما درت على الساحل الجزائري نصيب بزاف ديور وشنو هذا ما يمدوا لنا ني دار ني والو كل يوم ننجز على كش اوتوروت نصب باطيمة كملوها جديدة مغلوقة واحد ما نشرح ويجا في التربية المدنية على حسب ماني نقرا الاجتماعيات كاين حقوق المواطن حقوق المواطن حق السكن حق العلاج حق تمدرس ومازال كاين
هادو كاع نحوم. هادو هما حقوق المواطن، هادي بلاد هادي. ما نقرا وما نسكنو واحد الشارع. شا هادي زعما يما تخدم كانت تخدم فام دو ميناج، حوزوها فام دو ميناج الاخرى جاو سكنوها في دارنا. كيف دوك ينحو فام دو ميناج ويبلاصيو فام دو ميناج؟ وعلاش ما يبنوش ديور يسكنوا كاع لي فام دو ميناج اللي يخدموا عند لومباصاد؟ كسؤال اخير طارميسو، ماذا تقول للجزائريين الذين اعترضوا على هذه الخطوة من طرفك؟ هل ستستمر في نقد المظاهر السيئة داخل السلطة والوزارات، أم أنك بسبب هذه المضايقات التي تعرضت لها وبسبب هذه الهجمة ضدك ستغير من سياساتك في المستقبل؟ شوف أنا إلى آخر دقيقة من في العهدة تاعي نكمل تدخلات تاعي، سواء تكون سلبية أو نقائص ولا كل شيء. صح حاجة اللي نتأسف فيها حاجة ألا أنها الجزائريين ما كافونش مليح وتهمونا بتهمة غير واقعية. تعرضت بزاف تهمونا جغرمية بوليسية تهمونا الولاد كل شيء. بعد أنا فهمتكم طيب سميسوم، انا اقدر هذه المشاعر، وطبعا انا اسئلتي ما كانتش بغرض انه الاساءه اليك، ولا شك بان الجزائريين اليوم عندما يستمعون اليك قد يصححون بعض المواقف بعد الموافقه الاخيره على هذه الدستور. هذه ليست خمسة عشر سنة في ميدان النظام نخدم في بلادي، نخدم بالنية نتاعتي صافي نورمال، عندي ربي سبحانه. الناس اللي كانوا جو البارح دخلوا كي خزفت لي صاحبي كيما كنت صاحبي وين كان عندي في الشهر، قلت لهم كيفاش انا مش جزائري ولا كيف عندي حقوق كيما كمواطن جزائري، رتب سكنه كيما رتب تشوف 740 ما عندي حتى شيء. أنا نطلب من الوالي زوج حوايج برك، يروح لديك البلدية يشوف بعينيه، ونطلب منه يسرح هذوك الناس اللي حاكمين البلدية أصلا، خاطر شغل غرشوا تم، غرشوا يخدموا غير بالمعارف، هاك تسمع 15 وأنا عندي 6 وجاو المناصب، بصح ما يهزوناش،